اليوم هناك انتخاب لهيئة مكتب نقابة الأطباء واللجان النوعية في نقابة الأطباء بعد ما شفنا منذ يومين تقدم كبير جدا على التيار الرافض لسيطرة الإخوان المسلمين على نقابة الأطباء. المفترض أن النقابة العامة هتعقد اليوم أول اجتماعاتها بتشكيل المجلس الجديد لانتخاب هيئة المكتب وتشكيل اللجان النوعية. معنا على الهاتف نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور خيري عبد الدايم. أهلا بحضرتك دكتور خيري. اهلا بسيادتك يا فندم. نحب نتعرف من حضرتك على توقعك يا فندم لعمل النقابة خلال الفترة القادمة، كيف سيختلف عن الفترات السابقة بتشكيلها الجديد وبالفكر الذي ربما يكون اختلف عن الفكرة التي كانت تدار به لسنوات طويلة؟ هو طبعا مطالب الأطباء واحدة، أيا كان انتماءاتهم، عاوزين معاش كويس، عاوزين علاج كويس، عاوزين إسكان كويس، عاوزين تعليم طبي كويس، عاوزين نوادي، يعني فالمطالب واحدة. هي اللي هيفرق هو الحماس وتجديد الفكر. احنا جاي طبعا شباب وجاي ناس جديدة، فيكون في دفع لعمل النقابي اعتقد، انما هو في نفس الاتجاه، يعني اتجاه توفير احتياجات الأطباء. في كمان جانب تاني لعمل النقابة وهو رعاية المهنة، يعني نفس مهنة الطب ايه موقفها؟ الاعتداءات على المستشفيات دي لازم تتوقف، ميزانية الصحة الهزيلة دي لازم تزيد، وده أكيد برضو هيبقى في دفع اكتر، لان الشباب اللي جاي انا ملاحظ ان هو متحمس للاخر وعاوز يفرض حلول، وما كانش تتحل مشكلة ميزانية الصحة وان الصحة في مصر تاخد حقها، يعني عاوزين أكيد يعملوا اضرابات بقى وكده، فهيبقى في حماس اكتر. المفترض في اضراب دكتور خيري في اول يناير، يعني كنا تحدثنا مع حضرتك منذ فتره قريبه وذكرت لنا ان هيكون في اضراب في اول يناير، اضراب جزئي. لو ما كانش القانون الجديد بتاع مظبوط، هل هذا الامر قائم يا فندم؟ طبعا قائم. احنا بنحاول نتفادى بكل الطرق، بس عن طريق ان نوفر قانون مجزي للاطباء. جميل. ويكون جاهز قبل اول الشهر. طيب الدكتوره دكتوره منى مينا خلاص هي امين عام للنقابه، انتهى الامر بهذا؟ ده يعني الفوت لسه ما تمش، لسه التصويت الفعلي لسه ما تمش. جميل. لكن طيب يعني شكرا جزيلا، في افكار مبدئيه كده. اشكر سيادتك، شكرا جزيلا دكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء. وانا